الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فرع ما حكم التكفين في قميص وسراويل؟ الجواب: الأصل أن الميت لا يكفن في قميص ولا سراويل ولا يوضع على رأسه عمامة، وإنما يدرج في أكفانه الثلاث إدراجا، لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، إلا إذا لم نجد تكفينه إلا بذلك. فلا جرم أن المتقرر في قواعد الأصول أنه يقال في حالات الضيق والاضطرار ما لا يقال في حالات السعة والاختيار، فلا بأس بذلك في حالات الضيق لا في حالات السعة.